إياكم بالآية من ذكر حكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المؤمنون اسمعوا واتقوا إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسمى بملائكة المسبحة القدس وسمى سبكم أيها المؤمنون من برية جن وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق. قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق قال الزاهد الأواب الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولدي السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفة المكرمة المنزهة من الدناس والأرجان سيدنا حمزة وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى تمام العشرة المبشرة بالصلاة والسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين وعلى جميع الصحابة والتابعين وعلى أزواج الطاهرات. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل آل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأنزل وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أوصيكم بتقوى الله يسوع وطاعة بالسر والعلن وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا علي بالنواجذ ولا يقول قوم يذكرون الله الا يحفظهم الملائكه الرسول الرحمن. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولا ذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واهم واتم واكبر. الله اكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.